تتنوع الأكلات من بلد إلى أخرى، لكن لن تتخيل أغرب الأكلات حول العالم التي يطهوها بعض السكان وتعد ضمن الأكلات المفضلة لديهم. مخ القرود. يتم تناولها في الصين وأسيا الجنوبية وبعض الأماكن في إفريقيا، حيث تؤكل مباشرة بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة. القوارض المشوية. تؤكل في أمريكا اللاتينية وتعد من الأكلات الشعبية هناك. الفئران. الفئران مفضلة للكثير من الفيتناميين، كما تنتشر بساحل العاج بإفريقيا، حيث تباع كنوع من الوجبات السريعة على الطرق. طبق الحشرات المشكل. يوجد في العديد من دول العالم كالصين وتايوان وتايلاند أطباق الحشرات والتي منها الصراصير. يرقات الديدان المجففة. تحتوي على بروتين بنسبة 25% و12% من الدهون، وإذا تم تحميصها فإنها تشبه طعم المكسرات. دود القز. دود القز هو وجبة شعبية خفيفة تنتشر في الصين وتايلاند وكمبوديا وكوريا الجنوبية. البلوط. وجبات خفيفة في الفلبين وفيتنام ولاوس وكمبوديا، ويتكون من بيضة دجاج بها جنين غير مكتمل النمو. بيض النمل. يوضع في وعاء من الماء ويتم طهيه مع السمك أو اللحم الطازج والخضروات، وتقدم في بلدة لاوس الأسيوية. الثعابين. تنتشر الثعابين في الصين، حيث يمكن تناولها مقلية أو مشوية أو على هيئة مسحوق الأفاعي. طبق التمساح. من أشهر الأطباق في كينيا، مذاق لحمه أقرب إلى السمك وهو بطاطي نوعا ما. الأفاعي المقلية. وجبة مفضلة لدى سكان المناطق الجنوبية في الولايات المتحدة، وطعمه مشابه لأرجل الضفادع. كب كيك الديدان. انتشرت في هولندا نظرا لأهمية البروتينات الموجودة بها. حلوى الجراد بالنوتيلا. يقدم الجراد كنوع من أنواع الحلوى مع استخدام النوتيلا. البيض العفن. مشهور في الصين، هو طبق مكون من البيض العفن يتم تركه لفترة طويلة في مزيج من الطين والتراب حتى يسود لونه ثم يؤكل. الضفادع. تنتشر وجبات الضفادع في فرنسا أيضاً، المشهورة بشربة الضفادع وأرجل الضفادع التي تطهى بطرق مختلفة.